أخوكم المهندس مصطفى محمد شعبان، أنا متخصص في أنظمة الطاقة الشمسية منها سخانات الطاقة الشمسية. تعالوا مع بعض نتعرف على سخان الطاقة الشمسية لأنها يعتبر حاجة لسه مش كثيرة الاستخدام، الناس أقبلت عليها لأن ده بند موفر في الطاقة علشان يحل أزمات الكهرباء وغيره. نتعرف على سخان الطاقة الشمسية. سخان الطاقة الشمسية ده بيكون عبارة عن ستاند، بيكون عبارة عن خزان، الخزان ده بيكون فيه المية وبيكون فيه هنا أنابيب اسمها المجمعات الشمسية. تمام، الأنابيب دي هي مصدر التسخين. السخان ليه أحجام مختلفة حسب استخدام كل منزل، يعني ده وليكن سخان 180 لتر، في 200 لتر، في 300، في 350، في 250، أحجام متنوعة عشان تناسب الاستخدام المختلف للمنازل. السخان ده التانك بيكون عبارة عن طبقتين ما بينهم عزل حراري عشان يحافظ على سخونة المية خلال فترة الليل، والمفترض طبعا ان بيكون الاحجام هنا مختلفة عن سخانات الكهرباء والغاز، لان المفترض الحجم اللي سخن خلال فترة النهار يكفي للاستخدام لتاني يوم، فهنا الاحجام بتكون اكبر من سخانات الكهرباء والغاز. السخان طبعا لازم يركب في مكان معرض للشمس، بينزل منه مصدر مية سخن وبيدخل له مصدر مية بارد من المخارج والمداخل دي. بيكون طبعا هنا في مصدر للتحويل، لان السخان طبعا مع درجه الحراره العاليه جوه بيتعرض لضغط شديد، فلازم يكون هنا ايه تهويه. السخان بيركب معاه لوحه للكنترول بتتحكم في موعد ملء السخان، يعني مثلا ممكن نظبطه يملى الساعه 5، يملى الساعه 4، تمام، او يملى الساعه 8، ايا كان حسب الطلب. وبتبين درجة الحرارة داخل السخان. السخان طبعا في أماكن للهيتر الكهرباء بحيث لو إن في غيوم لمدة أيام معينة، لغيوم متكرر لمدة 3 أيام ورا بعض ولا حاجة، فبيكون في مكان لهيتر كهرباء احتياطي بحيث إن الأماكن، لأن طبعا ده مصمم إنه يركب في أي مكان، وفي أماكن بتتعرض لغيوم لمدة 3 أيام متواصلة، فلازم يكون عندنا إيه هيتر احتياطي. شعبان عطية، موظف في مسجد العلم والإيمان وكملوفي، قرية كملوفي. والله الناس اقترحوا علينا يعني فكرة السخان الطاقة الشمسية، فكرة جميلة جدا وهتوفر في موضوع الكهرباء بنسبة 100%. ورغم ذلك احنا جبنا للجامع سخانين، جبناهم من الجامع وبدأنا فيهم التركيب عشان نكمل بس عملية السباكة وهنبدأ التركيب في الجامع، وده هيوفر معانا في الكهرباء ويوفر معانا في المياه وفي الاستخدام ويوفر حاجات كتيره. ودي فكره جيده جدا ومستخدمه حلوه للمسجد ومن اهل الخير ومحافظه على الحاجه بتاع الكهرباء للاوقاف والمصلحه كلها، لان طبعا كان من الاستهلاك كتير جدا، انما كده بقينا استهلاكنا ايه على الطاقه الشمسيه بعيد عن الكهرباء نهائيا وبعيد عن مصلحه الجامع وباستخدام عام.